رمضان كريم. رمضان كريم. اختار عند عبود، عنده ديك شي روعة وديك شي في مستوى ديالو صراحة. وما جينا كل عنده فول اللي كيوجدو هو فول ديالو، والعواصر اللي عنده دابا في رمضان، عنده كل شيء مزيان صراحة. والحريرة راحت فيه. النهاردة من عند عبودة. عبودة، رمضان كريم. رمضان كريم من عبودة لكل المصريين. رمضان كريم عليكم كاملين، ومن مصر لكل المغاربة. فين مكانه؟ من طنجة، من المغرب، من طنجة، من العروسة طنجة. من طنجة، من المغرب، رمضان كريم من عند عبودة، واللي مشهور بكلمته دايما يقول لك اللي معاه هياكل، واللي معاه مش هياكل، كله هياكل. يا جدعان، حد يشوف الشيخ اتاخر ليه؟ الشيخ بان عليه ناسي. بس الدنيا ظلمت يا جماعه، في ايه؟ والله حد يشوف الشيخ مات. الشيخ بيفطر يا سار، مش عارف. الشيخ بيفطر، بيفطر اولا عشان يقدم. يعني مفيش مشكلة لو بدر ربع ساعة، يعني ايه المشكلة؟ تأذن يا مولانا، تعبنا. الله ما شاء الله، معمر. هذا معمر وهذا مشمر، صح؟ هذا محمر وهذا محمر. هذا بالدجاج وهذا واحد كبسة، وهنا ننزل واحد كبسة. أيوة. وهذا بالكبسة. وعندك واحد فول وصلحه من عند عبده. تفضل عمي، كيفاش صلحه؟ يصلحوا دي يعني يصلحوا، يسكسف عليه. صلحوا يعني ايه؟ سكسف عليه. سكسف لنا عليه عبود. وهذا تبارك الله، هذا شنو هذا؟ كفتة السمك. وهذا بطبوط ومطبوط. وهذا شنو؟ بريوات. وهذا التمر. هذا التمر منين هذا؟ من الصحراء المغربية. الصحراء المغربية. الصحراء المغربية. الصحراء المغربية 100%. 100% إلى الأبد. هذا زيتون مطحون. هذا زيتون مطحون. وعلاش هذا بتحطوه هكا؟ هذا ما بتحطوش، كتسفير. بتعمل فيه الخبز. حاج، هذه الخلطة السحرية. هذه الخلطة السحرية. زيت الزيتون والزيتون. زيت الزيتون مع الزيتون مطحون، صح؟ والتوابل. والتوابل. والتومة. والتومة. ورقصني يا جدع. والتومة وشباب الحومة. وشباب الحومة. وأحلى شباب. شوف شوف شوف. شوف بقى ده الفطار، الفطار اللي على طبيعته بقى. اغسل. لا لسه يا عم، انا عايز بتاع سخن مولع. موحوح يا عبود، موحوح. الله، كبده 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 يا جماعه، كبده تبارك. الريحه يا عبوده. ابو اسكندر، ابو اسكندر. قولوا طب انت خاتم اسكندراني يا جدعان، هي الطريقه اسكندراني وربنا، هي الطريقه اسكندراني. الكبده بتاعتكم وكل العربيه دي بتاعتكم انتوا اصلا، مش بتاعتنا. احلى شباب واحلى افطار عند عبوده. والله اليوم احلى افطار والله يا شباب. عند مين؟ عند عبوده المصري الجدع. والعصاير بقى يا جماعه، شوف هذا، هذا خروب، هذا خروب، وهذا طم. وهذا ايه؟ كركديه. كركديه. شوف ادي الكركديه، هذا الخروب، وهذا الكركديه. هذا احمر وهذا بني شوي. رايكم كده في الفول وفي الكبده وفي المكله؟ جامد. فول جامد. جامد يا عم حامد. والكبده الليفل بيطلع. الليفل بيطلع. ها؟ صحة عليك، صحة عليك، صحة عليك، صحة عليك، صحة عليك، صحة عليك، صحة عليك. على الفول ولا على الكبدة؟ انت ايه اللي عجبك اكتر، فول ولا الكبدة؟ رائعة، عجبتك؟ اهم حاجات، اهم واحد فينا النهارده. فول مدمس، بايسر، بطبوط، فول. الله على الفول. ما زال الكبدة، ما زال ده. احنا ندي ناس بسطيلة مغربية، بسطيلة
دجاج البسطيله، كفته ديال السمك، العصاير. أو الله اكبر يا جماعه، الله اكبر، الله يعطيك الصحه. تفضل تفطر معانا عبود. انا ندي العبود الطرف. عبود بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. احلى كبده اسكندراني. شايفين الفريز ديال المغرب يا جماعه؟ بسم الله. كبده اسكندراني، كبده ولكن معموله بطريقه اسكندراني. قال لك ايه؟ 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 ما بحسش الكيش. لازم الخبز، لازم الفول بالخبز. والله ما قلتلوش حاجه، انت واعي راسك. كله غدا عليك، كله جدعان، كله بخبز. الفول من الدم ضربوا الفول. احنا بنصور وهم وهذا بيخور. بناكل وهو بيصور. هو بيصور وانت بتخور. يلا بينا. يلا بينا. يلا عبود. يلا بينا. قاعدة مع حبيبها. فهي قاعدة بتعيط وبتبكي جامد قوي، فهو قاعد ايه قلقان وخايف، فراح معيط. قالت له يا حبيبي وانت عزان عشان خاطري؟ قال لها لا الصراحة انت لما بتعيطي المكياج بيسيح وبخاف منك. فبتطبخ في الكوزينه، المهم وقعت على الارض، طاحت يعني، فوقع في بقها صباعين محشي وشويه حليب وشويه عصير. فكلمت الشيخ، قالت له يا شيخ ده انا واقع في بقي كده. رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين.